بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسألك اللهم بحولك وقوتك القوية أن تغفر وترحم وتسامح أخونا القاري رياض الدين. وأخونا عادل الفضل رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ثبتهم عند السؤال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغسلهما بالماء والثلج والبرد ونقهما من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات منك عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افسح لهما في قبورهما مد بصرهما يا أكرم الأكرمين. واغسلهم بالماء والثلج والبرد وافسح لهم في قبورهم وافتح لهم أبواب الجنان يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ببركة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وبسر أسرار الفاتحة الشريفة.